جينا كان فايد لي خدارك وكان فتحت بابك تلقانا في الشوارع الحلة والمزارع في أي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك في أي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك القرية والمدينة في مدني أو في حلفة في بورسودان وشندي كادقلي والأبيض نيالة والجنينة وعبر الحنينة الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا 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 جينا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قناة الشروق الفضائية ورحب بكم برنامج مسرح في الهواء. هنطرح موضوع. قبل ما نطرح الموضوع نحن سعيدين كل الجروب وكل الأسرة وكل المصورين والفنيين سعيدين إنه نكون في مكان عريق جميل زي ده اللي هو جامعة الأحفاد وتكتمل سعادتنا إن شاء الله بأنه حنناقش موضوع بنفتكر إنه من المواضيع المهمة جدا واللي بتخص كل الناس تحديدا البنات بشكل أخص. صح يا سامية؟ أيوة نعم. ممكن تقولي كلمة لي بناتك؟ أول حاجة نحن سعيدين نكون في جامعة الأحفاد للبنات لأنه جامعة فيها كل التخصصات العلمية ونحن موضوعنا ده علمي جدا جدا وبخص البنات وقصدنا جامعة الأحفاد لأنها فيها كلية للصيدلة وفيها كلية للطب وفيها كلية للصحة وفيها كلية للتغذية. الموضوع بتاعنا ده موضوع حساس وبهم كل البنات الموجودات ونحن بتمنى تكون مشاركتكم فعالة معانا في الموضوع ده عشان كده قصدنا الجامعة دي وشكرا لكم جزيلا. الشغل اللي حنقدمه إذا أي زول حس في أي لحظة ممكن يشاركنا أثناء تأدية العمل ويلكم بنرحب به وإذا يفضل انه بعد ما العمل ينتهي بعدين يجي يورينا وجهه نظره لانه بتهمنا شديد بعدين ممكن يقول وجهه نظره. كتر خيركم نشوف الموضوع. ابراهيم ايوه 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 كيف ابراهيم صباح الخير كيف الله يبارك فيك الله يسلمك الله يبارك فيك كيف ان شاء الله كويسه كيف يا ابراهيم مولي الحمد لله والله كيف لكن ما تقول لي الكريمات ضربت في السوق ضرب مبالغ طبعا عارفها مجربه مجربه بيجوني البنات هنا عليك الله والله بيجوني بشكل وبيطلع مني بشكل يا سلام يا اخي هاي لذيذه لك ايوه قلت لك يا ابراهيم ايوه لكن ما تطمعي بالمناسبه ما تطمعي لا 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 يعني انا بالمناسبه سهل الامور انا النسبه بتاعتك دي ما نافعه معي ايوه انا بوزع لك توزيع كبير انا شغاله بالمناسبه في كل الجامعات وفي كل الاحياء الشعبيه والاحياء الراغيه والله كل ما وزعتي كثير عندك نسبتك عاليه جدا أيوة. بس وزعي لا ما عاليه يا ابراهيم انا بدليل اني انا هسي ماجر لي كار وبدل يكون عندي عربيه ولا هناي بوزع بقى والكريمات دي ما بتستحمل الشمس هسي الموسم العرس جاي موسم الاعراس جاي ايوه ولا عيال والناس دار تفتح ولولا سريع كده عدي من وشك نعمل لك خلطات مجنونة دي ايوه خلطات تبرق تخلي الوش ابرق انت ما قلت لي عندي بيبي فيس بيبي فيس بيبي فيس قلت لي الطلبيه اللي ارسلت لها جات الطلبيه الجديده الطلبيه الجديده جات ايوه جات اهي وخلطت لك منها عليك الله الله يخلط عليك منها يا ابراهيم اي دايره اقول لك حاجه يا ابراهيم ايوه يا اخي ما ممكن الطريقه المتخلفه تكون بالكريمات في حله كبيره وجايب لك عود هنا انا عندي اقتراح بالنسبه لك متخلفه يا متخلفه ايوه دخلت متخلفه كيف يعني يعني بتخلط بطريقه متخلفه يا ابراهيم ليه يعني انا اقول لك حاجه لا احنا انت حاسس النماذج اللي عندك الوشوش فتحت شويه لا ما شويه انت تقول لي متخلفه ليه متخلفه
ما هذيلك ببروغن، ما انا شفتهم بمشي الحفلات بالمناسبه، بتابع الناس اللي انا متابع معاهم اصلا. أيوة. واللي عندهم جلسات معي. لا ما انا دايره اعمل حاجه حديثه. كيف؟ لانه نحن بعد شويه الموضوع بتاعنا بتاع الاستثمار ده هنفتح محل بتاع تجميل كبير كويس. ونجيب خلاط، شفت الخلاطات اللي بيحطوا بيها العجين في الفرن دي الكبيره دي شفتوها؟ ايوه دي نحن نجيب واحده، لانه الكريمات الكميات اللي عندنا كبيره، نكب هناي مرسيدس باو كراسي دباو. ايوه ايوه بولي باو. ونجيب لك الخلاط كويس خالص، وكوره، اوعك تنسى الكريم بتاع الكوره، كوره ده خطير 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 خطير. الكوره جبته، الكوره جبته، الكوره جبته. اقول لك هاي وجبنا القطره كمان. قطره والله القطره دي بتعمل عمايل عليها نقطتين مويه نار. ها يقيله معاها تخلص. والله شفت شنو؟ بعدين في حاجة جديدة. ايوه ايوه حاجة جديدة. هاي اها شنو؟ ايوه السيليسيون، السيليسيون. السيليسيون ده ما بيعمل الغناء. ايوه بيخليه يخش قاعد كده. بعد شوية السيليسيون ده ممكن كده ابراهيم طوالي ضوء. قلت لك يا ابراهيم. ايوه انا خايفه من هنا السيليسيون ده مليون يعني اثار سلبيه ولا حاجه أصلاً زي دي. بيعمل بيعمل ما في حلاوه بدون نار. ايوه لازم تدفع الثمن. اها اصلا لازم تدفع الثمن. انا طبيب. أها. انا طبيب. لا ما طبيب انت. ما يا داب انا كان عندي طبليه بتاع سجاير. أه. جبت فيها الدواء بتاع باعوض نجح. اها قلت المسوح ده معناته فيه قروش. قروش. يا زول اخي قلت لك يا ابراهيم. ايوه يلا نحن الخلطات دي كويس. انا هنا فكرت انه انا وديها مدن ثانيه، انا وديها مدن ثانيه. ايوه بعدين اقول لك حاجه. أي. البنات قالوا لي دايرين شنو؟ تم دور ونور اسبوع بس والوش يبقى قمر. قمر دورين. ايوه قمر دورين. لا قمر دورين ده الخلطه فيه شويه تعبانه يعني بعد اسبوعين. نحن ما كل شيء بثمنه يا اخوي. معاني. ايوه ما حسب السخانه. الاسبوع ده عنده سعر، واللي بيفتح في اسبوعين عنده سعر، واللي بيفتح في شهر كمان عنده سعر. والله حسب المناسبة. أيوة. المناسبة كان قريبة. أه. وما في عرسان كده شفقانين يقول لك لا 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 الخميس الجاي بس. أيوة. أيوة. الخميس الجاي البنات بقن يتطاقشن. ده اللي عندك له معالجة. أه؟ عندك له معالجة ده؟ ده عندي له معالجة. ما بيزيد له الدوز. أيوة. بيزيد له الدوز. أيوة. في القطرة بعد بدل 4 نقاط تعمل له 8 نقاط. أيوة. كويس؟ موية النار بعد 6 نقاط تعمل لها 12 نقطة. كده ما انت داير تفتيح، داير تفتيح. بقيت ماهر يا ابراهيم مبالغه. بقيت تتشني، بقيت تتشني بالمناسبه. تخصص. ايوه تخصص. ايوه تخصص كريمات. ايوه تخصص تفتيح وش. اها دقيقه دقيقه إزالة دقيقه النمش. دقيقه ارد على التليفون ده دقيقه ارد على ازاله النمش والشقريب. الو ايوه لا جاياكم عايزين الطلبيه جاية. والله العظيم جبنا حاجات جديدة. اسكت ساكت ابراهيم بولي ده بالغ عديد. شكرا كدا. شكرا شكرا. شكرا لكم. ايوه حاجات مستوردة. ايوه ايوه حاجات جديدة لين جديدة لين. والله العظيم احنا بدل كنا بنفتح في اسبوع بعد ده في 3 يوم بس ممكن يجيك مفعول. جاياكم جايبة لكم الحاجات اهي شايلاها في شنطتي. والله جاية يومين يومين بس. يومين بس ان شاء الله. والله انا جاي يعني بضاعه من جنوب افريقيا. ها ايوه ومن الدول الافريقيه دي. ايوه انا اصلا ماشي. أه. اجيب لي حاجه. أه. بتفتش في بتفتح الوش في اليوم واحد. يوم واحد يوم واحد. ايوه نحن بالمناسبه اكتسحنا السوق. نحن ضاربين ضربه مبالغه في السوق. انا 3 باغات حسي دي الليله هقوم افرغهم في البرميل. ايوه البرميل بتاع الخلطه. ايوه وان شاء الله هسلف الخلاط بتاعت الفرن دي. أيوة. عشان اجي انا اقوم اخلط لكم الحاجات دي ونعبيها في اكياس ونخد عليها نمر تليفون. ها ونخد عليها العنوان وكده. في حاجه مهمه. ايوه حاجه مهمه. أه. خلطات الشعر. ايوه ايوه خلطات الشعر. لكن ده عندي خبره، عندي فيهم خبره كده يا اخي. نعم نعم اسم الكلام ده كله كلام سهل. كيف يا استاذ؟ ليه؟ ليه؟ الله يعمل فيكم عمايل الحاجات دي وصافي. يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ ما تخرب سوقي يا اخي. ما تخرب السوق يا استاذ. ما تخرب وسط سوقي يا استاذ.
بابا انت سوقي؟ سوق ثاني ولا وين؟ المويه مثلا. المويه يعني دايرني انا ابيع المويه في حاره السقايين؟ انا عارفه. ده لالي ده اوعك تسمع كلامه. اوعى تسمع كلامه. اوعى ما تسمعوا هاي. أيوة. عملوا الكريمات. أيوة الكريمات لتفتيح الوش. التفتيح. النظارة. أيوة. النظارة. النظارة. العريس السريع. أيوة. أيوة. أوعى تسمعوا كلامه. أيوة. أعملوا التفتيح لتفتيح الوش. الوش يبرق كده تي ماشي على. أيوة يا برا. أيوة يا بوهلي أنت خطير. كيف؟ أنت خطير. أنت خطير يا بوهلي. بوهلو. آه. بوهلو لأجود أنواع تفتيح الوش. أيوة. بوهلو لأجمل الكريمات. أيوة. كريمات متقاطعة. أيوة. كريمات عجيبة جدا. أيوة. تعالوا شوفونا. أيوة. تعالوا زورونا. تفتح الوشة. وشك ابقى نضر. الوش بس يا إبراهيم. ها؟ الجسم كله. إحنا عندنا له خلطات. اسمعيني. أي. أنا ماشي جيب لي حقن وجاي. النار فشنو النار مطلوقة فوقي. النار وين؟ النار مطلوقة في وسي. وين وين؟ وب علي يا سامية. أه؟ لا يا العريس ما حضروا. وب علي؟ ولا لا يا خاتمي بعتوا. أه؟ سامية دقيقة دقيقة أشوف وشي. دقيقة دقيقة دقيقة. وب علي يا سامية. دقيقة. النار 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 النار. أحي انتصار. دقيقة روق عندي. وب علي وب علي انتصار. تعالي. النارية تعالي انتصار. النميل انتصار. النميل ماشي في وشي. أكيد أكيد الكريم ده استخدمتي به صورة خطأ. ما اتبعت الطريقة اللي عديتك ليها. كيفي؟ لا 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 لا. كيفي؟ أنا عارفاك أنت شليقة. مشيت لك بيت بتاع مناسبة. أنت ماسحة الكريم في وشك. وقعدتي يا محلة جيزان وقانون وضربك اللهب. لا 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 لا. أنت شفتيني؟ شفتك في المناسبة. هاي. قاعدة صوتي في حلة القرع. هاي والله مسكون القرع الله يا عظام الله يقرعون. لكن ما أسمعي. الكريمات بتاعنا دي ما بتستحمل السخانة. هجيب؟ ما عايزة سخانة. لازم تقعدي في جو بارد جو رطب. قلت لك اعملي مكمدات باردة. جيبي لك شاش وخطي في موية باردة واعملي على وشك كده 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 يا انتصار. كده ما بتفهمي يا انتصار. النار يا سامي النار. لكن ما تخافي. أه. اقول لك حاجة. هاي. انا حامشي لابراهيم بوهلي. أه. واعمل لك خلطة تانية تشيل لك كل الاثار دي. عليك الله يا سامي. اعمل لي خلطه بارده. اي بارده ان شاء الله. بيبي فيس حرت كلاي. طب علي ما يكون بلاي في الشطه. اها بري ما يكون بلاي شطه ولا يكون بلاي اكسيد. لا مهم الاكسيد ده مهم جدا. هيا لكن ما بردني. بردني 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 بردني. ما بحضرني العرس. ما بحقلي لي. علي بظبط. ما بعلي راجلي بعلي فوقي. مشي لها مشي لها. ما بعلي لي ثلاثه يوم مقبل على الحيطه. تعالي تعالي الراجل. هاي. بنظبطك والله العظيم. نعمل لك خلطة تانية مبالغة. النار شفت النميل. أه. النميل ماشي قرص 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 قرص. خلطة الجسم زبطت. أيوة زبطت. إيه لو ورمت لك كرعيني ورمت. أه. نعم. ويرمين. كيف ورمين؟ لكن ما له ما بيكو سمحان. أه. أي. لكن الوشة النارية النارية. لا لا لا. أنا هبي بالليل كله. انتصار. أه. شيل الصبر عليك. أي شيل الصبر. أنا حامشي لإبراهيم. أي. وزمت خلطة جديدة. أصلك ماشي. العرس ده يمين بالله تحضري لو ما كنت نجمة الحفلة بتاع الكاميرا. أوه علي. يسلط عليك الكاميرا ما يزح من وشك ده كله كله. خلاص. صدقيني. أي أنا ما عندي مشكلة في القروش. أيوة. أي قروش تقولين بدفعين. بس زبط لي وشك. ما قاعد تدفعي كويس يا انتصار. هي بدفع المين؟ ما قاعد تدفعي كويس. عشان كده أنا بجيب لك الحاجات التمنة. بري المرة دي ببيع قويشة. الذهب دارين بشنو؟ بري. الذهب البنات بيقول بس الاكسسوارات. الصيني راقد. والذهب يشتروا به الكريمات. أي. يا خير انا اظبط الوش. أي. وظبط اللون. ايوه. وظبط الشعر. ايوه. واجي خش العرس كذي يقول انتصار جاد. واي لكن النار النار النار. يسوي لك كريمات بارده. ايوه جدا. اي سميح. نعم. الصباعات. ايوه. الصباعات خليه يسوي كوبا لك كريسيده. كريسيده. بتبرد. بهلي خطير. اي البهلي سميح. كوبا لي الاصلي سميح. والكوره الكوره. لا لا لا. ها؟ كرة ما كرة ما دايرها. ليه؟ كرة ما بدورة. أه؟ ما تكون بلاي كرة. أه؟ ما تكون بلاي طب جيل. أه؟ ما تكون بلاي شطة. وانت عايزة شنو طيب اعمل لك شنو انا كريمات باردة. لا يا اختي الباردة دي تمنى غالي بصراحة. الباردة دي غالية الثمن يعني. الباردة دي والله العظيم الكريمة قال حاجة 130 140 انت بتشتري يا اختي بيه. خمسة 15 ما ممكن. خلاص
خلاص هاي بدفع. بتدفعي؟ بس رجعوا لي مشوى النارية تجيب. مين هسي دي يلا كيف عيني؟ احنا اساسا عندنا احنا اساسا دارين نفتح كده محل بتحتاج منا عالي فيه الاثار والسلبيات. هاي عليك الله. يلا 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 النار 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 النار. يا اخي خلي عندك زوجة. انا بقوله خلي عندك زوجة. ما في ظل بتحداني يا اخي. خلي عندك زوجة. ما في ظل بتحداني يا اخي. ما معقول يا اخي. امرق حلتنا دي يا اخي. مش هشوف لك حته ثانيه يا اخي. البنات كلهم يا اخي. انا في الشارع كلهم مبلمات يا اخي. كلهم مبلمات. كلهم مبلمات يا اخي. واحده فين فاتحه وشها ما في يا اخي. ما بيستعملوا غلط يا اخي. بيستعملوا غلط كيف يعني؟ ما بيعرفن. انت دكتور؟ انت قريت الطبيب؟ انت قريت؟ قريت انت يا اخي؟ انا في عندي تجارب. انا عندي تجارب. انت مش كنت قاعد تبيع السجاير؟ ايوه قاعد ابيع السجاير. خليت السجاير وبقيت تجيب الكريمات حقت البنات. هاي لقيت المسوح ده فيه قروش. لقيت المسوح فيه قروش على حسابي يا اخي. لكن طب وزلين وشوشن كلين يا اخي. تخلى اي واحده. تعال هنا هلا يا اخي. انت محرشك عليه قاسم بدري ولا شنو انت؟ ما كلامه صح؟ كلامه صح. شنو كلامه صح يا اخي؟ البنات كلها خليتني واحده تتمسح 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 يا اخي. كلها بقى الواحده عندها لون اسود بهنا ولون ازرق بهنا ولون احمر بهنا ولون اخضر بهنا. شنو يا اخي؟ الواحده كان بيجيب قروشه تامات. ها التبرقع ده ما بيحصل لها. لا 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 الحاجات دي كلها مضره يا اخي. انت ما عارفها ولا شنو يا اخي؟ لكن المفروض الخلطه تعملها 6 يوم. تعملها لي يومين. تعملها لي يومين ده زنبيانا يا اخواننا. زنبيانا ما زنبها ايه؟ هاي زنبك. زمك يا اخي. ما زنبي انا. زمك انت ما عندك زول خبير. ما عندك زول متخصص. ما عندك زول قاري الحكايه دي عشان يعملها بالطريقه الصح. عليك الله. داري لها قرايه يا اخي. كيف داري لها قرايه يا اخي؟ يا اصلا ذاته غلط. ذاته ولا قرايه ولا ما قرايه يا اخي. ذاته ما صح يا اخي. ذات البنات كمامه طرطشات ومجننات يا اخي. عليك الله. لون الله داين ليه والله ده ماله. اي واحده لونها اسمر داره تبقى بيضة. والله يا اخي ده السوق داير كده. ده السوق كلنا يتلونن يا اخي. اسوماتنا زمان وحبوباتنا مالين. ما عندنا حالات السمر علينا وحالات اللون الزيتوني علينا مالين. حصل لنا شنو؟ الموز ده ماله. ما يشرب انا الموز ده سمان يعني في امان الله. يا اخي يا اخي داير ترجع الشابات اللطيفات ديل لازم من الكركار يا اخي. أيوة. شنو التخلف ده يا اخي؟ التخلف ده يا اخي. لا 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 مش احسن لين من يجين طفح جلدي ولا يجين حبوب نمش ولا يجين وجع كبد ولا يجين سرطان ولا يجين وجع كلى فشل كلوي. فشل كلوي هاي صح حبيبتي ولا ما صح؟ كله فشل كلوي. هذه بي قالت لك فشل كلوي. شنو؟ تعال 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 قولي له. تعال قولي له. تعالي سامعني من هنا بيعمل السرطانات برضه. ما قالت لك بيعمل سرطانات؟ ما تصدق كلامه. دي شغاله. ما صدق كلامه. شنو انا ما بعرف؟ شغاله ضدك. دي شغاله هناك عبد اكسيد يا زل. احنا شغاله على عبد اكسيد. هوي شغاله له يا زل. هوي ايه؟ انا ما دارين كلام كثير. ما ممكن احنا نخليك هنا تمرض لنا بناتنا وكلنا. واحده ما بلا ما جايه ماشي اقول لها شنو؟ تقول لي بغلي بغلي ولا بغلي ولا شنو ما بعرف. ده كلام شنو ده يا اخي؟ نحن والله بنشتكيك بعد ده. اول حاجه ياسمين محفوظ. ايه ما تعمل لي فيها. ما حافظه البنات دي كلهم حافظات انه ما حدا يقدر يقول لك حاجه. انت مرتك ده تزيحني من هنا. بزيحك انا؟ انا دافع للمحليه. ما يشوف المحليه. ودافع برسوم. أيوة. ودارف دافع قروش كثيره جدا. أيوة. ما في زول بيقدر يمنعني. يعني وبمارس في تجاره. بمارس في تجاره والتجاره دي مشروعه وحره يا اخواننا. لا قصدك شنو يعني؟ السوق تراضي. السوق تراضي. واحنا شغالين على حسب الناس قدر ظروفك يعني. يعني زول اللي عنده قروش ويا ابن فتح له. لا قصدك شنو يعني؟ قصدك شنو يعني؟ والله صحيح يا زلمه. احنا بعد ما بنخليك تقعد هنا. لا لا ما بتقدر. لا 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 والله ما بتقدر. ليه ما بتقدر؟ والله صدقني ما بتقدر. ليه ما بتقدر؟ والله انا ما عندي محليه. عندي دافع قروش. انا عندي تصديق. والله يقعد. انا عندي تصديق وبخفض لكم في الاسعار. ها لو سمحت اتخرج لنا. اتخرج لك انت منو؟ ها؟ انت مش مواطن عادي؟ انا هاي مواطن. مواطن عادي ما بطلع لك. شوف الحكومه كان ما قدرت عليك. انت بتدي الحكومه قروش. وبتدي المحليه قروش. عشان كده خلوك قعدت. انا من طرق. ها؟ تعالي تعالي. انا ما خالق لكن دافع. دافع يعني تقعد يعني؟ هاي بقعد بقعد. دي تجاره مشروعه يا اخي. خلاص نحن بنعرف نمرقك كيف. ما بتقدر تمرقني. لا بنمرقك. ما بتمرقني. نمرقك نحن. هاي. والله يعمل لك. والله يعمل لك خلطة. والله يعمل لك خلطة تاني ما يتحرك من حتته. ها وضع علي وضع علي يا ابراهيم.
مالك انتصار ما تخلعيني برا المخلوع يا اخي انتصار اها مالك انتصار في العنايه المكثفه وابع الخلطه الجديده الخلطه الجديده اللي اديناها الانتصار عملت لها فشل كلوي شربتها هي في العنايه المكثفه والبوليس بيفتش علينا البوليس بيفتش علينا يا ابراهيم انا بنط كده بنط كده حاجه يعملوها هنا جابني كده شو انا عارفه يا ابراهيم ها ابراهيم انا مش هندسه انت بتاكل اللي بتقول في البلاوي ما انا مش هندسه بيجي من وين البلاوي مالك المره دي مالك ها جابت ليه البلاوي الأخيرة المرة دي شربتها ولا شنو؟ ها؟ لما هي تمسح الكريم في جسمها أيوة. الجسم فيه الجلد ده فيه مسامات ايوه فالمواد السموم اللي في الكريم بتدخل من خلال مسامات للجسم ومنها لباقي الجسد ممكن تأثر فوق وتحدد وتترسب وتعمل يعني حاجات كثيرة أي واحدة بتعمل الكريمات معناها يا ربنا أنا ما سأل فيك وبغير في خلقتك أصلاً عديل كده يعني والحاجات دي يعني ضررها ما بسيط هسه في عنبر في مستشفى اسمه عنبر النجمة عديل كده للحبوب النجمة يعني أحياناً الكريمات دي بتعمل موية تحت الجلد أيوة بيأدي بينتفخ الجلد وبيطرشك يعني بيأدي لجروح كثيرة انتفاخ الانتفاخ ده أيوة انتفاخ بيطرشك بعمل موية تحت الجلد بينفخ كده أنا عايز أقول إنه يعني الكريمات دي هي بتحرق الجلد أيوة. ما تحرق الجلد أصلاً الجلد متكون من ثلاث طبقات البشرة والأدمة وفي طبقة ثالثة اللي هي تحت الجلد فلما البيت تعمل كريمات وبالذات الكريمات هسه هي منتشرة زي كريمات الفسخ هي بتحرق الطبقة الفوق أيوة. فبتفضل بس القديمة والأصل القديمة دي أصلا هي لونها فاتح شديد فالبيت لما تتعرض للشمس والحياة الثانية أصلا البشرة مهمتها إنها تحفظ الأتربة والأوساخ فالقديمة دي حتقوم حتغمق وحتتحطم حتكون داكن أكتر من ما لونهم كان داكن سابقا فعشان كده يوم أصلا أي بيت عارفة يعني أي بيت احنا عايزين نوصل لها معلومة إنها هي الكريمات دي مضرة فأنت تخلى عن الكريمات دي علشان هي حترجع أسوأ ما حترجع يعني زي ما هي عايزة فأحسن نرجع لحالة الطبيعية أحسن أصلا الكريمات دي هي مضرة للبشرة عموما ربنا ده لما خلقنا هو دانا ثلاث طبقات في طبقة جلدية وفي قديمة وفي دهنية الكريم لما تيجي تستخدميه بيشيل الطبقة الجلدية دي بتمشي برا بيفضل لك دهن بعديه بتستخدمي تاني وتاني بيكون فضل لك جلد بتلقي انه في ناس ماتوا فعلا بجد في a lot of situation بتحصل للبنات كثيرة في ناس يعني لدرجة انه تلقى الدم انتهى بيجيب امراض سرطانية السرطانات دي والكلى في ناس بيقول انه الكريم ما عنده علاقة بالكلى مين اللي قال الكلام ده الكلى ده عنده علاقة بالجلد انا بشرب موية بروي كلوتي كلوتي بتكون كويسة اخذت كريم بمعنى فيها مواد كيميكال كيميكال دي بتمشي للكلوة وبالتالي بيبوظ الكلوة بتاعك اذا كان الموية فيها مشكلة بتسوي مشكلة في الكلى فما بالك بالكريمات بتكون فيها كيميكال لوت اوف كيميكال ما حيسوي لك مشكلة تحصليني يا بنت امي يا سلام الحقيني اهلين سمسم الله يسلمك كيفك ويسلمك اخبارك كيف عامله مالك زركتي وتبشنتي وضعفتي كده الولاده يا بنت امي الولاده انا مخلياني لا 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 الولاده ما نفعت معك خالص الولاده والله ما نفعت شفتي زمان لوليدها كان كيف الله. وصحتي كانت كيف لما نجي ماشيه كده في الحله الشارع ده كله يجي في عين لي ساميه جات لقيني يا ساميه جد انتهيتي نسوان الحله ديل كلهم ايوه جوني عملت لهم خلطات وديتهم تركيبات وديتهم حبوب ما شايفاهم كل الحله مش السودان كله اتخلع فيهم تعالي انتصار انا جايك بالمناسبه خليها مازالت اللون دي مغدور عليها لكن جايك صحتي السكري هردني عليك الله يا دار لي حبوب ترجعني زي ما كنت اجي عندي عامله توب عندي عامله توب ده خلي كده اي والله كده تملي مركزي هيا. كان قلت
الناس يزحوا ليكي. ايوه اي والله الضعفه كرفست ليك وشك كرفست وما عليه كرفست ليك جلدي وما شفتي الرقبه الرقبه مغطيه. لا 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 بوريك ليها الرقبه وما علي وما علي يا ساميه منتهيه انت كده شوف والله العظيم لا 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 يا ساميه انت عارفه محتاجه مع الحبوب محتاجه حقن حقن هي اديني الحقن كده عينك رقاق وما علي وديك الانسولين في ركبي يظبطون لك يظبط لك وعينك الركبه بس يا انتصار ما الركبه الساق الساق ما انتهى يا بنت امي اجي يا ساميه ما سمعت المثل بيقولوا قولوا لي شنو انا المرأة مساق الرهيف كان ضربك الخريف عين بابا ما تقيف كر علينا وكر علينا كر علينا يا انتصار لا لا مقدور عليها تعالي اقول لك حاجه شفت الحقن دي الحقن بتاعت السكر الانسولين دي تديني لها في الساق ده لا ده يبقى كده لا يا ساميه زي طفايه طلقات طب علي جيتيني جيتيني طفاية. ايوه اما سويت لك ده الفيل في كرعيني لا 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 ده الفيل ده شين يا اختي المرأة الكرعين يبقى انقدر ده ايوه سمح الله تجي ماشيه كده يا هم اي وسمحت الحين اس الحنه بقيت الحنه بقت شينه فيني شينه شينه والله شينه باري خلاص علاجك عندي ايوه بديك الحقن في الركبه اظبط لك كرعين ايوه وبديك حقات اليدين اسمع يا اختي الحقن دي عندها اسماء انا دايره اكتر واحده اليومين دي الناس مستخدمينها مفاجاه الجيران انا اديك الجيران اتخلعوا واديك الصورة بالنص ايوه واديك تشيكن جيل انجكشن ثلاثة يوم مبالغة عندنا عريس يا انتصار عندنا عريس انا العريس ده لازم اصهر فيه بلي والله لازم لازم تجي كأنك جاية من السعودية اجي صبري لي بجي هيك ووشك ده اجي اديك النجمة يبقى قدر ده اسمعي البنات مسمينه شنو دقيقة 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 موفوس ولا شنو؟ موفوس جارس موفيس بسويلك بسويلك موفيس انا دايرة وشيد ادور زي القمر دايرة وشيد القمر ادور زي القمر لا من قلت لك اي سمي ما شفت تاني شنو؟ ما شفت الفنانة دي يا انتصار؟ اجي ما شفت الفنانة دي الحقن الحقن ايوه اجي لا الحقن الحقن دي انا ما بقدر عليها ما عندي قروش يا اختي الملايين دي ما بقدر عليها بصراحه يا انتصار هي يما هسه الباك لابسه لك خاتمين وغويشه خلاكي اجيها ولا البستنا اجيها ابيعون يعني اشتريون اجيب القروش وسريعات سبعة يوم ايوه الجيران يتخلعوا ولما تجي ماشيه الوشح زعلانه مالك لا بظبطك بظبطك شفتي قال لقيتي زول قدامك تاكليه لكن يا اختي دار اقول لحاجه في حاجه كدي يوم داك شفت لي فنانة فنانة عالمية كدي في التلفزيون عاملة لها حاجة في وشها بالله المرة دي بقت لما تغني له جنبه كيا فادي بتغني جنبه ده شو ده يا جماعة باري ده لدعالقا بشدة وشه الوش الشد ما كويس لا هم دايرين الضعفة وشد الوش لكن أنا دي أسمن القدر ده والجلد تفرد والوش يبقى حالات الدنيا عليك الحقيني انتصار آي بس خلاص الراجل كلهم بديك الراجل الراجل اسكتي ساكت كلموني وبديك الفيتامين كمان قلت لك انتصار اها كلموني اول امبارح اها قالوا لي ما جاي يفتش له عروس لا 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 والله سبع يوم قبل ما يسد ماله يجي يقول بس داير دي بس الجاد دي انت خلاص اجي هجيها واسمينك سمون الله يفتح عليك وبعلي يا بس صبري انت ما شفتي سميه بنت ناس فتحيه شفتها كانت قدر ده دي قلت لهم بري ما بديكم حاجه تشيلوها دي دايره شغل تقيل خلالي هنا في البيت قعدت معي سبع يوم حقن وحبوب اموره زبطت ثلاثه يوم على الرسوة البنت قد قدر دلامي لونه فتح اجي خلاص يا انتصار اجي انت ما شفتي النور؟ النور؟ النور وب علي النور كانت النور دي كان الناس شفتي الاولاد؟ لا ميركو النور دي لما تفتح الباب وتمرق كده الاولاد بيجروا بيتدسوا منها النور واحد عيوني واحد قوتكم الماء منها فايده الركبه الركبه اول ما اديت الحقن والحبوب بتاعت الشحم اتفردت خمسه خطاب ثلاثه في امريكا واثنين في لندن اروح اروح كيف يلا اروح بجيه يلا جيه جيه وجيه حلتك كلها يا ساميه مالك هذا الحزين كذا انت يا اخي والله دي مثلا ها
محزنه يا اخي. فيش يا اخي والله. قال لك تبع يا اخي من هناك وشك ما ياهو. هاي قلت ابراهيم ده ماله يا ربي حصل شنو؟ مشيت البيكا؟ البيكا يا تو؟ البيكا بتاع البيت دي؟ البيت منو؟ البيت اللي كانت راكده المستشفى دي؟ لا لا يا اخي والله البيت البلعه ايوه ايوه البلعه الحبوب دي الحبوب حقات السمن دي ولا ايش اسمها؟ ايوه ايوه ايدي بدوها للبقر. لا اله الا الله ما عارف ايه تبلع لي. لا اللي ده لامنو الحبوب دي اللي انا تبي قروش ابي حر مالك. لا يا اخي والله جد وقت لها سبب؟ بقت لها سبب. انا ما مشيت زرتها في المستشفى هناك. هاي بعرفها عنبر يا زول عنبر بعرفها. هاي بعدين في واحدين كده مانعينهم من الخضار ومانعينهم من المويه ومانعينهم من الفواكه كمان. ليه؟ قالوا عشان البولينو ما ترتفع ولا شنو ما عارف هناي. يعني أيوة. العلاج ذاته فيه مشكلة. الحياة المهمة شديد. هاي. يعني في حياة زي الموية دي يا أخي. الفواكه، الخضار يا أخي. دي ما مسألة صعبة. لكن هم عارفين أخوان الناس زي ما هم. عارفات عارفات عارفات. طيب هل هم بيخلوه ليه يعملوا كده يا أخي؟ بيسووا بيعملوه بالدس. ما في زود يا أخي راغبة بتتمسحي بشنو ولا ما بتتمسحي بشنو. لا المسوح ده ترى عرفناه ها بالدس. يعني زي الحقن والحبوب اللي بيبلعين ديل المفروض اهلهم يتابعون يا اخي. يا اخي البنات ديل ما يعملن كده يا اخي. سبت دي ماتت بسبب الحاجه دي يا اخي. وبعدين الحاجات دي عارفينها بتجيب الامراض. عارفينها يا اخي عندها اثار جانبيه. عارفينها الكلام ده عارفينه. ليه مصرين انه يعملوا؟ والله البنات ديل غلبونا عديد. لانه نحن عاملين لها اعلان يا اخي. عاملين لها اعلان. اي صحيح والله. عاملين لها اعلان وعاين دي شكلها كيف؟ اي والله. وعاين دي شكلها كيف؟ أيوة نحن ذاتنا نحن. وبعدين شنو؟ أيوة. البنات بتغشن سريع خلاص. يجيبوا لك واحده مطفقه كذي مطفقه. أيوة. يقول لك قبل قبل. ايوه. يجيبوا لك ثاني واحده كذي. بعد. يقول لك بعد بعد. أيوة. طوال البيت من تشوف الاعلان. تمش طوالي. الغريبه الصوره دي لي 4 سنين. يعني الدعايه بتكون شغاله وهي في المستشفى. يعني 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 ده ما عارف يعني انا كيف يعني. هم كان عرفوا كان عرفوا ضرر الحاجه دي ما بسواها. لكن غبيانات بس الواحده دايره اللحظه. والله دار اقول لك حاجه. الاعلام ذات ولاعب دور كبير. والله الاعلام مساعد. والله يوم ذاك انا بحضر لي في برنامج بتاع بروف يا اخي. بروف هاي بروف بتاع امراض جلديه. هاي وبيتكلم عن الامراض الجلديه. ذات الامراض الجلديه دي اللي بتجيبها شنو؟ ما هذا الحاجات ذات اللي بتجيبها. ما قلت لك هو ده بيتكلم عن الامراض دي. بتجيب مويه تحت الجلد. هاي بيتكلم عن الامراض دي. بيتكلم عن الامراض دي كان فجاه كده دعايه. لا يا اخي والله لازاله الشقريب. يعني 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 دي مساهمه مساهمه مبالغ فيها. لا والله اعلامنا اعلامنا مقصر. ها والله اعلامنا لا المشكله مش مقصر. واغلي التقصير. ها كمان بيجيب زايده مو هاي. اي والله. ونحن ذاتنا ما شاء الله نقولها ما شاء الله ما شاء الله. عين وشها بيغير علي وعلي. عملت ليش يا بنت امي؟ ما بتعرفها هاي ما بتعرفها. يلا انا لما البيت تقول لي اخوتها عملت لي شنو؟ هاي بتقول لها عملت لك كذا وعملت لك كذا وعملت لك كذا. ودك طوالي تمشي. لا لا ما بتمشي ساي. بتزيد العيار حبتين عشان تيجي تتعب تعمل لها كذا. يعني كان ديك اخذت لها حقنه دي تاخذ 2. ايوه ايوه انت كلامك. انا انت عارف ده اللي مضيعنا مضيعنا إيه؟ مضيعنا ده. انت لما انت عم تعمل حاجه انا اقوم اجي احاكيك اعملها بالدبل. أيوة. عشان تطلع احسن من حقتك. بالضبط كده ده بيعملوه البنات. واقول لك حاجه هاي. ديك بتتغاطت ما بتوري الخلطه. هاي عشان عشان وشها ما يبقى حلو لانه عندها تار معاه قديم. تقوم تضرها بيكون قلعت حبيبه. انا بس الغيزني يا ابراهيم هاي هنا هنا عرفات اسع بيسمع بالامراض دي. يقول لك مويه تحت الجلد ويقول لك فشل كلوي ويقول لك ما عارف وجع في الكوعين ده اسمه شنو بتاع الارجل ده. ايوه وما طيب وكنت هن عرفات كدي ليه مصرات؟ تقول لك بري بري بابا بري بري بابا ما بعنس ما بعنس والله شفتها كده. يعني ما بعنس هاي عشان احرك تعمل لازم تسهر في الحفله حقت بعد بكره دي حقت بعد بكره دي لانها لامه لما الناس كلها هي. لكن طيب طيب كنت اصلا هي مسرات. طيب اللي فهمن اللي فهمن حاجه واحده اي انه مثلا البيت دي بتكون جسمها مختلف الخلايا بتاعتها مختلفه. دي ما زي دي كل واحده عندها طريقتها. دي حاجات هي ما بعرف انها يا اخي عليك الله يا اخي. هي كان بتعرف وكان بتفهم يا اخي. عين ليه الزول اللي بديها الخلطه ده ذاته عين ليه؟
طيب هنا وبعدين الخلطه دي ما حقت الزول ده بالمناسبه، ها الخلطه دي حقتها هي، اعمل لي كده واعمل لي كده واعمل لي كده وذاك شغال هاي وتوك توك توك ما شال القروش شغال ما شال القروش ويسحن ويسحن يسحن في شنو انا ما عارف، كلهم قاعدين يسحنوا كلهم قاعدين يسحنوا. الله يا ابراهيم هاي والله الامراض العصريه دي كلها، الامراض الجيانه دي كلها، الناس الساعه الاسبيتالات دي كلها ملانه يا هو بسبب الحاجات دي، سكري ما في الجلد كلو ما بعرف كبد ما امراض ذاتها جديده سرطانات يا اخي شنو ده والله، بس غايته ربنا يكون في العون، بس غايته والله ربنا يكون في والله العون والله كبير وصغير والله، لكن زي ما قلت والله الاعلام ما مساعد ما مساعد، الاعلام بالعكس داعم المساله دا زايده 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 الله. بعدين بعدين يقول لك يعالج امراض كده وعالج امراض كده ومن ضمنها كده يخرج لك الجلديه دي، والجلديه دي كلها يا اخي ادويه بتجي للبهق وبتجي لامراض جلديه معروفه عارفينها الناس يعني هاي هاي اها نحن بنقوم شنو؟ كمان جابت لها حاجات يا اخي ثانيه يا اخي لا وانت شنو؟ هنا شد اي بعد نزل لك بركات يكرمش هنا يقول لك شد امشي اعمل ماي ما انا انا مثلا في بيت قالت لها وشك ماله اذا ضعيف كذا يوب علي يوب علي يوب علي ما تبشتنتي عاد بقى الوش مرخرخ الوش بقى مرخرخ والجضوم اتطفقت طوالي هي بتمشي شنو؟ تقول تاخذ لها حقنتين في جضم الشمال وجضم اليمين بكره الصباح تجي كده لا يعني جضم مليان وجضم ضعيف ماشي والله تعمل لها كده يطرشك لا يعني جضم جضم تكون خلاقه جضم ملان وجضم قايش ساي والله على حسب الحقنه كان الحقنه حقت البيجاي ده ضعيف هاي ها هاي تقرر تقول لها اديني معاك زي اللي عندها ابو عديلات هاي زي اللي عندها ابو عديلات هاي والله لا حول ولا قوة الا بالله انا ماشي كويس أركة ماشي على ناس البيكا ديل انا ذات امشي ارفع الفاتحه وان شاء الله ربنا يرحمها والله بس صغيره بس صغيره وجاهله والله بس هسا المفروض البنات ذات تطعزن كتلنا الحبوب وكتلنا الحبن هذا الليل بتطعزن ما بتطعزن حاضر أركة بدكم فورا بقربه مقدوده غيتو يا ساميه عشان ما تمشي تجيب لك انسولين ضارب يبوظ لك قرعينك ولا يبشرك انا جبت لك انسولين مبالغة ماركة كويسة ومن شركة كويسة وجبت لك معاه جيران يتخلعوا كويس؟ انت مالك بس انت الحاجات اللي اديتهم لك ما عملتيهم ولا شنو؟ ما بعملهم ليه؟ ولا داير اعملهم اجي؟ انا امبارح اول امبارح قاعدة في التلفزيون سمعت قالوا الحاجات دي بتعمل شنو بتعمل شنو؟ انا مشيت المستشفيات لقيت في عنبر اسمه عنبر الميسيجور وعنبر النجمة راكدات فيه النسوان دايرات يموتن انا تاني ما باخذ الحاجة دي قالوا الكلام ده دكاترة؟ اسمعي يا اختي حاجة الموص ده ماله الموص العكارة حقت أماتنا الزمان تخيلي بس تقعد تشرب العكارة 100 سنة اسمعي بنات الأحفاد ما بعرف أنها لكن تجيبي الكسرة دي تجيبي الكسرة يا بنت تخطيها في كرة الألمونيوم الكبيرة ودعجنيها تخطيها كده في الخلاط تخطي لها التلج وتشربيها باردة اسمعي يا أختي والقروش البيت بيجيبها سكري اسمعي يا بنت اسمعي يا مرا القروش الناس اللي بيكملوها في الحبوب دي تمشوا تتغذوا بيها لمتين تشربوا اللبن لبن شنو؟ الفواكه الصحة اللبن زفير اللبن زفير طمم البطن والله والله الدكتور قال الاكل الطبيعي ده زيه ما في ترى نسوان الدكاتره زواتهم قاعد يجوني بالدس نسوان الدكاترة آي لا 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 بيجوني بالدس منتهن وملستين ملستين انت آي يا ندي يا بيتي أكيد ياكلوا السم اللي سمون هو قاعدين ياكلوا أنا انتصار شنو؟ ما أعرف الحقن الحقن السكر يتنفس بوظ ضايك كرعيني يا أخوان يتنفس ضايك كرعيني ما قادرة ما قادرة أطلعي كرعيني الشوهر وانتهى كله كله عملتي غلط عملتي غلط تحت الجلد ترفع الجلد كده وتخطي حقنة الأنسولين وبعدها تاكلي 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 أي شيء تلقي قدامي كله تقشي الكرعين يبقى انقدر ده سكري شنو ما اصلا كلنا جايين السكري السكري شنو يعني بلدي كلها ما عندها سكري لا يا انتصار شنو لا يا انتصار انا والله العظيم انا قايمه بحمله انا امشي اوعي كل البنات وكل النسوان الموجودات في الدنيا دي انا بحمله اسمع عن كلامه عشان كلك انت ابور ونضبقنها يبقى شنو يبقى شنو؟ بس دعاية الجوع دعاية الجوع
الحبوب سريعه تنفخ قهوه يا بنتي. سامي حلك لو سامحه التغذيه انا بقول التغذيه وانا ماشيه انتصار ودار تعملي اعمليه اجي. السلام عليكم. هيا بنات هوي يلا ما تسمع عن كلامه. تعال لي والله اسمنكن تقيفا وقفه في عرسكن ويوم التخريج ده سووا كدي 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 اجي شنا مره وضع علي من سناتكم مسيغور التقيل جاي ورا تشيكن جالين جاكسون انا دي البري بري 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 منكم والله شفتها غير كده ما في طريقه يا زول. لابد من كده لابد من كده راسي جماعه كل الشباب ذي هم جايين هاي واحنا ذاته نلف كده على الكليات والجامعات والمعاهد والحاجات دي كلها ونلم البنات على الاولاد على كلهم ونعمل الجمعيه دي ونكتب ونبدا المحاربه غير كده القصه دي ما بتتعالج. والله انا بقول المفروض جمعيتنا دي يكون معظمها بنات هاي عشان يعرفوا الحاصل هاي وبيقدروا يوصلوا لاخواتهم هاي. فنحن يا اخوان عندنا جمعيه ممكن يشتركوا معنا عندنا جمعيه طوالي معنا تعالي معنا دي جمعيتنا تعالي معنا دي جمعيتنا. لا ما شاء الله خلاص والله نبدا شغل هاي انا لديك كتار خلاص ديك كتار ما شاء الله يا زول هاي عارفين يا اخواننا جمعيتنا دي حق شنو؟ هاي نحن ضد الكريمات ايوه كويس ودايرين توعيه ودي مسؤوليتنا نحن ايوه الناس ديل يعني نحن الهسه قلنا كده ديل مسؤوليتنا هاي لانه احنا عارفين خطوره المساله دي فاي زول لقيفوا معانا هاي وتوروا البنات توروهم انهم الحاجه دي غلط. هم المشكله عارفين انهم غلط متاكدين منها؟ عارفين انها غلط. طيب الحل شنو؟ الحل شنو؟ ها؟ بالنسبة للأنسولين اللي قالوا بيحقنوها قبل شوية الأستاذات المعانا ديل، طبعا الأنسولين ده أصلا في الجسم بيضخوا لنا البنكرياس، هو بينظم لنا السكر في الدم. فأنا لما أجي أخذه أساسا أنا ما مصابة بالسكر وأخذ أنسولين خارجي، معناته أنا كسرت خلايا البنكرياس السليمة اللي عندي، معناته حجيب لي شنو؟ مرض بتاع سكر. ومرات أساسا لا بيعمل كرعين ولا بيعمل أساسا مضار كلها ضارة، وعادات مفروض ما حقتنا أساسا. واللي عايز يسمن ده يا جماعة ما إلا بالأنسولين ولا بالحبوب اساسا بيكون اساسا هو جيناته غاب لانها تزيد. فنرجو انه نحد من الحاجات دي كلها يا جماعه وحتى نساعد انه حتى اللي بنعرفه من عن طريقنا انه بيتعاطى الحاجات دي نحاول نحد منها. بالنسبه للتغذيه طيب احنا عندنا تغذيه صحيه ليه احنا نمشي نلجا للكيميكال زي ما قال زميلتنا قبل لحاجات كلها ضاره وسموم بعدين حتى الحبوب والهند اللي بيسموها كليه الصيدله والسموم كلها سامه وفي النهايه تطلع عن طريق الكلى وفي النهايه تعمل لنا شنو فشل كلوي. طيب نحن ليه ما نضطر نمشي للاكل ونمشي للتغذيه الصحيه؟ فعندنا مثلا تعالوا المراكز الصحيه قولوا لقسم التغذيه في كونسلنج بيعملوها عليكم لذا تسمن لذا تضعف عادي ممكن تضعف وممكن تسمنه بطريقة صحية جدا الناس اللي هم ذاتهم اللي بيعملوا المواد حقت الكريمات دي هم ذاتهم لو جوا قالوا لمن يستخدموها لأخواتهم أو لبنات خالاتهم هم ذاتهم ما بيستخدموها. الشيء الثاني الناس ما بكون عندهم خلفية ولا علم بأي حاجة هم بيعملها عبارة عن خلطات بيعملها والموضوع خلاص بينتهي لكن لا عارفين الاثار حقتها الجانبيه ولا الشيء ممكن يحصل للبيت شنو ممكن يعني حالتها تسوء اكثر من الاول. فيعني الحياه طلع انا بنصح لو دارت تبقى سمحه حتلقى روحها بقت شينه بس بالضبط كده لو دارت تسمن حتلقى روحها بقت خليقه ايوه كده ما معروفه كيف بس الناس ترجع للحياه الطبيعيه الاكل الطبيعي اللبن والحاجات حبوباتنا زمان ديل ما ظهروا برضه كانوا بيستخدموا نفس الحاجات دي والحمد لله الحياه ماشيه. استعمال الكريم هو عدم ثقة بالنفس، يعني اللي بتثق بنفسها الليلة ما بتعمل كريم. وفي واحدة عايز تعمل كريم، في حاجة اسمها دكتور بتاع جلدية، أو تمشي للصيدلي يعني زول متخصص. ما هي زول تلاقي قاعد في الشارع عنده كريمات كده أنت تمشي له، وتروح تمشي للصيدلي يديك يعني حاجة أنت بتنفع معاك، لأنه هو عارف الحاجة دي ودارس سنين يعني عشان أكيد ما حيعمل لك حاجة حتضرك. عايزة أتكلم عن إنه هي أصلاً الحقن دي مكونة من شنو؟ مكونة من الأنسولين غالباً كلها بيكون فيها أنسولين. الأنسولين لما يتحقن تحت الجلد بيقوم هو بيحرق السكر ذات نفسه، حرق السكر بيخلي إنك أنت شهيتك تكون مفتوحة عشان تاكلي أكتر. طيب بما إنه أنت تدي نفسك حاجة عشان تخليك تاكلي أكتر أكلي بالمعدل الطبيعي وعادي يعني أكلي حاجات صحية فبتزيد لك وزنك لكن بطريقة ملائمة يعني ما ممكن الواحد يكون شكلها ذاته
منافي لملامح ذات نفسها، لانه كل زول ربنا خلقه خلقه بملامح وبشكل معين متلائم مع بعضه. وبعدين شنو يعني عشان لو عايزه تعرسي ولا حاجه زي دي؟ الواحد لو ما عايزك عشان انت شكلك الطبيعي اللي انت كنت بيه ما في فايده، لانه لو يومك بتخسري ده ثاني خلاص حيسيبك وخليك. الكيميكالز اللي اصلا هي اصلا الناس اللي بياخذوها دي هي ما بتتباع في حتات عشوائيه، حتى بتتباع في الصيدليات، فعشان كده الناس اوفيشال يعني، فعشان كده الناس يعني بيثقوا فيها انه هي كويسه. مفروض احنا يعني احنا حتى نمنعها انه ما تكون في الصيدليات والحتات الاوفيشال دي. كل الناس عايزه تطلع انه شكلها حلو، كل زول عايز يطلع انه يعني انا ممكن ممكن اضبط شكلي انه امشي لدكتور. نفس الحاجات اللي بياخدوها عند بغالة دي بياخدوها في محل بتاع صيدلة، بتكون محفوظة كويس، بتكون معروفة انه اصلا هي معمولة لشنو. انا امشي لدكتور بيوريني الحاجة اللي انا اصلا ما انا الحاجة اللي بتنفع معي ما بتنفع معي، وما مشكلة مع مرور الزمن بتبقى كويسة بتزبط. وحتى الزول اللي عايز مثلا شايفة نفسها ضعيفة شديد، يمكن هي عندها مشكلة، يمكن يعني بتعاني من مرض معين، لو مشت أخذت حبوب أو أخذت حقن يمكن أكيد هي حتأزمة زيادة يعني.